السلام عليكم محاضرات. ان شاء الله هنكمل شيت 2، وده الجزء الثاني من شيت 2. في الحقيقه شيت 2 هو بيتكلم على الاي سي ميتر موفمنت، لكن المسائل اللي انا هحلها في الجزء بتاع النهارده اللي هو 2 بي خاصه بمسائل الدي سي ميتر موفمنت، وده تكمله شيت 2 زي ما قلنا. نبدا بمساله 4، لان من 1 ل 3 حليناها في الفيديو اللي فات. مساله 4 بيقول لك ايه؟ عندي فولتميتر بيقول لك readings is to be taken across the 50 كيلو، عندي مقاومه 50 كيلو، في فولتميتر هيوصله عليه. بيقول لك في فيجر 4 اللي قدامك ده الفولتميتر سنسيتيفيتي 20 كيلو اوم لكل فولت. بيقول لك الاكيورسي بتاعته بلس وماينس 2% من الفول سكيل. تاني الاكيورسي بلس وماينس 2% من الفول سكيل، خلي بالك من الجمله دي. بيقول لك الرينج بتاعه 10 فولت رينج، طبعا 10 فولت دي سي ليه؟ لان هنا عندي مقاومتين توالي 30 و50 وعندي بطاريه 12 فولت. بيقول لي وات از ذا مينيمم فولتميتر ريدنجز، عايز اقل قراءه للفولتميتر. طبعا اقل قراءه معناها ان قراءه الفولتميتر فيها ايرور، يبقى خلي بالك لازم اجيب قراءه الفولتميتر واجيب الايرور في القراءه، واقول قراءه الفولتميتر بتساوي بلس وماينس الايرور. طبعا هو عايز المينيمم، يبقى هقول قراءه الفولتميتر ماينس الايرور اللي انا هحصل عليه. فبالتالي تعال مع بعض نحل المساله. انا عدت رسم المساله ثانيه، 30 و50 كيلو توالي، هنا على 50 كيلو في فولتميتر والبطاريه 12 فولت، سنسيتيفيتي 20 كيلو اوم لكل فولت، الاكيورسي بلس ماينس 2%، الرينج 10 فولت. عايز في اوتبوت او في اللي خاصه بالفولتميتر مينيمم. تمام، اول حاجه لازم احصل على مقاومه مين؟ الفولتميتر. زي ما احنا شرحنا في الفيديو فات ان عندي الفولتميتر ده ليه مقاومه اسمها ار توتال، دي مقاومه الفولتميتر، دي اسمها هسميها هنا، هسميها هنا ار في، بتساوي السنسيتيفيتي في مين؟ في الرينج. يبقى عندي 20 سنسيتيفيتي 20 كيلو اوم لكل فولت في 10، يطلع 200 كيلو فولت، 200 كيلو اوم لكل فولت. ار توتال بتساوي ايه هنا؟ خلي بالك ار توتال ان مقاومه الفولتميتر و50 كيلو الاثنين توازي، فانا هجيب حاجه اسمها ار توتال بتساوي مقاومه الفولتميتر توازي المقاومه 50، حاصل ضربهم على مجموعهم يطلع 40 كيلو. قراءه الفولتميتر وقتها بتساوي ايه؟ بتساوي البطاريه في محصله المقاومات اللي هنا على مجموع الاثنين، لان ال 30 كيلو هتبقى توالي مع محصله المقاومه اللي هنا. فبالتالي الفي ريد بيساوي البطاريه في ار توتال على ار توتال زائد ار 30، يبقى عندي 12 في ار توتال ب 40 من فوق على مجموع الاثنين، طلع 6.86 من 100 فولت. ده قراءه الفولتميتر، القراءه العمليه. خلي بالك هو الاكيورسي بيديها لك بلس وماينس كام؟ 2% من الفول سكيل، من الفول سكيل ديفليكشن. يبقى عندي الايرور زي ما احنا خدنا الشابتر الايرور دلتا في بيساوي ايه؟ بلس وماينس 2 على 100، 2 على 100 عشان 2% في الفول سكيل ديفليكشن اللي هو الرينج بتاع الفولتميتر، يبقى بلس وماينس 2 على 100 في الفول سكيل ديفليكشن 10 فولت اللي هو مدهاني فوق، هيطلع عندي بلس وماينس 2 من 10 فولت، ده الايرور، بلس وماينس 2 من 10 فولت اللي هو دلتا في، ليه وحده طبعا. الفي اوت بيساوي ايه؟ في ريد بلس ماينس دلتا في، يبقى 6.86 بلس وماينس 2 من 10 فولت. طب الفي اوت مينيمم هاخد الماينس هنا، يعني اخد القراءه اطرحها من الايرور، يبقى القيمه دي ناقص الايرور هيطلع عندي 6.66 من 100 فولت. نروح لمساله 5. مسألة 5 بيقول لك إن في الشكل اللي قدامك عندي مقاومة 100 كيلو وعندي مقاومة اسمها R، في فولتميتر هيتوصل بين النقطتين إكس وواي اللي هي على طرفي المقاومة R، وعندي بطارية 100 فولت. بيقول لي عندي 2 فولتميتر، ركز معايا، فولتميتر A بيقول لي السنسيتيفيتي بتاعتي 5 كيلو أوم لكل فولت، بيقول لك إن هوصله بين إكس وواي، بيقول لك أند إنديكيتس 15 فولت أون إتس 30 فولت رينج. إيه معنى إنديكيتس؟ يعني هو هيقرا 15 فولت لما اوصله على طرفين المقاومه اون اتس 30 فولت رينج، يعني الرينج بتاعه 30، اما القراءه بتاعته في الدايره 15. فولتميتر بي از ذن كونكتد تو بوينتس اكس واي، هيشيل A وهيركب فولتميتر بي. بيقول لك ان هو فولتميتر بي قرا 16 و13 من 100 فولت لما انا وصلته على المقاومه ار، ده فولتميتر بي قرا 16 و13 من 100 فولت، بيقول لك اون اتس 50 فولت رينج، يبقى الرينج بتاع فولتميتر بي كام؟ 50. بيقول لك فايند ذا مين سنسيتيفيتي اوف ذا فولتميتر بي، عايز السنسيتيفيتي بتاع فولتميتر مين؟ بي. المساله في الحقيقه مقسومه لجزئين، عشان اجيب السنسيتيفيتي الخاصه بالفولتميتر بي لازم يبقى عند المقاومه ار معلومه، فلازم اجيب قيمه ار من الجزء الاول الخاص بالفولتميتر ايه. تعال مع بعض نحل المساله. انا عدت رسم المساله 100 كيلو وادي ار توالي وادي الفولتميتر عندي في اوتبوت والبطاريه 100، السنسيتيفيتي الخاص بالفولتميتر A 5 كيلو اوم لكل فولت، فولتميتر A 15 فولت، الرينج بتاعه 30 فولت. خلي بالك كل رمز من هنا اديته سافكس A، يعني S A V A رينج A. هروح للفولتميتر B القراءة بتاعته 16 و13 من 100، الرينج هسميه رينج B 50، عايز سنسيتيفيتي B الخاصة بالفولتميتر B. R B اللي هي مقاومة الفولتميتر B اللي هي R توتال الخاصة بالفولتميتر B بتساوي السنسيتيفيتي في الرينج بتاعه، سنسيتيفيتي في مين؟ في الرينج بتاعه. الرينج بتاعه اهو مدهوني 50، تمام؟ يبقى عندي هنا
السنسيتيفيتي هو مطلوبه بتساوي ار بي على مين؟ على الرينج بتاعه. طب الرينج عندي، المشكله عندي في المقاومه بتاعه الفولتميتر بي، اجيبها ازاي؟ عشان اجيب المقاومه بتاعه الفولتميتر بي لازم يكون عنده المقاومه ار. تعال كده مع بعض نبدا المساله. للفولتميتر ايه؟ اولا بالنسبه للفولتميتر ايه، ار في الخاصه بالفولتميتر ايه بيساوي السنسيتيفيتي في الرينج بتاعه. السنسيتيفيتي من فوق بتاعته اللي هي اس اي 5، الرينج بتاعه 30، يبقى عندي 150 كيلو. ار توتال الخاصه بالفولتميتر اللي هي دي توازي دي، اللي هي فولتميتر ايه هيبقى توازي المقاومه ار، بتساوي ايه؟ ار فولتميتر توازي ار. هل انا عندي ار؟ لا مش عندي. تمام، انا حصلت على ار فولتميتر فعلا، لكن ار عندي لا مجهوله، يبقى اجيب ار توتال من فين؟ نرجع لقانون الفي اوت على المقاومه اللي اسمها ار، بيساوي ايه؟ قيمه المقاومه قيمه البطاريه في محصله المقاومه اللي اسمها ار توتال اللي هنا على مجموع الاثنين. ار توتال زائد مين؟ 100 كيلو. خلي بالك انا كتبت 100 هنا عشان تبقى 100 كيلو، يبقى ار توتال لازم تعوض عنها ب 100 كيلو. نروح الفي اي ب 15، وقتها ار 15 في اي، البطاريه عندي 100 في ار توتال زي ما هي وار توتال زي ما هي، وقعدت بار 100 اللي هي 100 كيلو ب 100 كيلو، يبقى لازم ار توتال تطلع ب 100، لازم تطلع وحدتها بالكيلو. انا ضربت طرفين في وسطين، طبعا خلصت المعادله، طلعت ار توتال ب 17.65 من 100 كيلو اوم. ار توتال اصلا زي ما قلنا من فوق عباره عن ايه؟ مقاومه الفولتميتر توازي ار. هروح نعوض، يبقى ار توتال بتساوي حاصل ضرب المقاومتين على مجموعها. ار توتال انا جبتها من فوق اهي، وعندي الار في 150 كيلو، انا جايبها من فوق، هضربها في مين؟ في ار، واقول 150 زائد ار. من المعادله دي جبت ار، يبقى ار طلعت 20 كيلو اوم تقريبا. دي مقاومه، المقاومه المجهوله اللي عندي اللي اسمها ار، انا حصلت عليها من الفولتميتر ايه. عندك ار، نروح للفولتميتر بي. الفولتميتر بي برضو ار توتال الخاصه بالفولتميتر بي، يعني هنا هحط فولتميتر بي، هنا فولتميتر بي، وهتبقى عندي المقاومه ار دي، المقاومه دي 20 كيلو. مقاومه الفولتميتر بي مش عندك انت اصلا، مجهوله هنا اهو. لو فاكرين القانون الاولاني، السنسيتيفيتي بتاعته بتساوي المقاومه بتاعته على الرينج بتاعه. طب ار بي اصلا مش عندك، فانا عايز احصل عليها. يبقى تاني، يبقى هقول كده ار توتال الخاصه بالفولتميتر بي بتساوي مقاومه الفولتميتر بي توازي ار، هتساوي ار بي توازي 20 كيلو. انا محتاج احصل على ار بي، احصل عليها منين؟ نروح للقانون اللي اسمه في بي، اللي هو قراءه الفولتميتر، بي بيساوي الاي فار توتال على ار توتال زائد ار 100 وقتها. في بي وقتها بكام؟ 16.13 من 100، دي قراءه الفولتميتر بي، في البطاريه نزلت ب 100، ار توتال على ار توتال زائد 100، لازم ار توتال تطلع هنا بالكيلو. خلصت المعادله، طلعت ار توتال ب 19.23 من 100 كيلو. ار توتال دي اصلا عباره عن ايه؟ مقاومه الفولتميتر بي توازي 20. يبقى هروح كده اقول ار توتال بتساوي ار بي توازي 20 كيلو، حاصل ضربهم على مجموعهم بيساوي القيمه اللي انا حصلت عليها من فوق. خلصت المعادله دي، طلعت ار بي عندي بكام؟ 499.5 تقريبا كيلو. نرجع للقانون الاولاني، هو عايز السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي في الرينج بيساوي مقاومه الفولتميتر مين؟ بي. مقاومه الفولتميتر بي، يبقى وقتها السنسيتيفيتي بتساوي مقاومه الفولتميتر بي ار بي على الرينج بتاعه، اللي هي المقاومه ار بي اللي انا جبتها على الرينج تقريبا 50 زي ما احنا عارفين فوق. طلع عندي القيمة كام؟ 9.98 كيلو أوم لكل فولت، تقريبا يعني 10 كيلو أوم لكل فولت. خلي بالك أثناء حل المسألة دي من الوحدات، لازم تركز كويس في الوحدات عشان ما تغلطش وتطلع قيم غلط. روح لمسألة 6، ودي مسألة شبيهة قوي بالشيت اللي فات، اللي هو شيت 1. بيقول لك إيرتون شنط قدامك في الرسمة، عايز يعمل لها ديزاين. الكرنت رينجز عندك 1 ملي أمبير، 10 ملي، 100 ملي أمبير. بيقول لك إيه؟ الانترنال ريزيستنس بتاع الجلفانو بتاعنا ار ام 1 كيلو. الفول سكيل ديفليكشن كرنت، خلي بالك من الفول سكيل ديفليكشن كرنت، عباره عن 50 مايكرو اوم، لا غلط طبعا دي مايكرو امبير. از يوزد تو از يوزد ان ذا كونفيجريشن اوف فيجر بي 6، طبعا مستخدم في الشكل اللي قدامك. الرسمه مش واضحه اصلا هنا، انا عدت الرسمه اهي، عندي ار ام اهي قيمتها 1 كيلو، بيمر فيها تيار هنا قيمته كام؟ اي فول سكيل 50 مايكرو امبير. عندي المقاومه ار اي وار بي وار سي، عندي هنا طبعا الرنجات وهنا النقطتين. هو مديني الرنجات 1 ملي امبير، 10 ملي امبير، 100 ملي امبير. طبعا زي ما انا شرحت في الجزء النظري وشرحت في شيت واحد، معروف ان الطرف اللي بره هنا في طرف اهو، يبقى الطرف اللي بره من هنا ده اللي هو ده عباره عن اقل تيار فيهم اللي هو 1 ملي امبير، والطرف اللي بعده 10 ملي اللي هو الاكبر منه شويه، الطرف اللي بعد منه اللي هو اكبرهم، وانا شرحت السبب ليه طبعا في الفيديو الخاص بشيت واحد. يبقى عندي ده اي 1 وده اي 2 واي 3. وعشان ابدا احل المساله بالشكل ده قلنا لازم ابدا من مين؟ من الاقل مين؟ رينج. لازم ابدا من الاقل رينج. لما ابدا باقل رينج يبقى عندي ار ام هنا زي ما هي اهي، لما هبدا باقل رينج يعني السلكتور هنا ده هيبقى فوق، يبقى الاثنين دول متشالين خلاص اكنهم مش موجودين، يبقى رسمي بيكفي الرسمه اللي قدامك، وهيمر تيار اسمه اي 1 وقتها في مين؟
في الاميتر، تمام؟ وخلي بالك الاميتر بيبقى توالي في الدائره، يعني النقطه دي والنقطه دي بتبقى توالي، اللي هي النقطه دي ودي بيبقوا توالي في الدائره. هبدا احل المساله، اقول له الرينج اللي اسمه اي 1 اللي هو تقريبا 1 ملي امبير رينج. هنبدا نقول الان بتساوي اي 1 على اي ام، والقوانين طبعا اتشرحت قبل كده. اي 1 اللي هو التيار الاميتر وقتها كان 1 ملي، تيار الاي ام كان 50 مايكرو، انا ظبطت الوحدات طلع عندي 20. ار شنت بتساوي ايه اللي في الحاله دي اللي هي دي كلها مجموعه 3 بيساوي ار ام على ان ناقص 1. ار ام ب 1000 1 كيلو يعني على ان 20 ناقص 1 طلعت عندي 52.6 اوم، دي معادله رقم 1. نروح نشتغل على الرينج رقم 2. الرينج 2 اللي هو 10 ملي، لما اشتغل على رينج 2 يبقى السلكتور هيبقى هنا، هنا في الحته دي، يبقى الطرف ده اتلغى والطرف ده اتلغى. هيبقى الرسمه المكافئه ازاي؟ هنرسم الرسمه المكافئه هنا، هيبقى عندي النقطه دي هي اي 2 اللي بيمر فيها وده طرفين الاميتر. هنقول 4 10 ملي امبير رينج اللي هو اي 2. هنا اقول انهي مقاومتين اللي هيبقوا هيتجمعوا. خلي بالك ما تحفظش تقول ار بي زائد ار سي يبقى هي دي، في الحاله الثانيه غلط، لازم تبص على الرسم المكافئ. عشان كده انا شرحت المساله دي. هنا مين اللي هيبقى توازي؟ خلي بالك هتبقى ار ام وار سي في الحاله دي توالي، وهيبقى ار اي وار بي الاثنين توالي، هيبقوا توازي مع ار سي زائد ار ام. يبقى مين اللي هيبقى في البرانش التوازي المره دي؟ هيبقى ار اي زائد ار بي، هيبقى دول في البرانش التوازي. يبقى اقول كده ار اي زائد ار بي بيساوي اي ام، ده قانون محفوظ طبعا، اي ام في ار شنطي زائد ار ام على اي 2 اللي هو تيار الرينج بتاعه. يبقى اي ام افتح قوس ار شنطي زائد ار ام، ده قانون محفوظ، على تيار البرانش بتاعه اللي هو اسمه اي ان اي 2 اللي اسمه اي 2 بيساوي اي. انا عوضت بالقيم طبعا زي ما انتم شايفين، مفيش مشكله. ار شنطي هتقول لي جبتها من فين؟ من معادله واحد اهي بالقيمه دي. عشان كده لازم ابدا بنفس السيكونس والا هتغلط ومش هتعرف تكمل المساله. يبقى عندي المجموع بيساوي 5.2 تقريبا اوم. نروح للحاله الثالثه. الحاله الثالثه ان انا هخليها على السكيل اللي هنا ده، على السلكتور هيبقى على السكيل الثالث او الرينج الثالث، هيبقى النقطه دي مفصوله والنقطه دي مفصوله، هيبقى ار بي وار سي لوحدهم فوق وار اي هي اللي تحت اللي هيتوصل توازي. تعال نشوف الرسمه في الرينج الثالث. يبقى في حاله الرينج الثالث اللي هو 100 ملي امبير، ار ام اهي هتبقى ار سي وار بي فوق، ار اي اهي النقطه دي هي اللي هيبقى طالع منها اي 3، ودي النقطتين هيبقوا توالي في الدايره، هتبقى ار ام وار سي وار بي في الحاله دي هم اللي توالي، هيبقوا الثلاثه توازي مع ار اي، يبقى ار اي هي التوازي في الحاله دي. يبقى هقول له ار اي عشان قلنا ان هي هتبقى توازي، يبقى ار اي بيساوي اي ام في ار شنطي زائد ار ام على تيارها في الحاله دي، او تيار الحاله دي او تيار الرينج ده اللي هو اي 3 اللي هو 100 ملي هنا 100 ملي. طلعت ار اي طلعت بالقيمه دي، انت طلعت ار اي صريحه هنا مفيش مشكله. عندك في المعادله ار اي زائد ار بي في المعادله فوق، اخد القيمه دي اعوض بيها فوق اطلع ار بي، يبقى المعادله 2 و3 طلعت ار بي اللي هو طرح دي ناقص القيمه دي، طلعت عندي 4 تقريبا و7 من 10 اوم. طبعا انا عندي ار اي زائد ار بي مجموع الاثنين، تقدر تجيب ار سي؟ اه انا عندي في المعادله رقم 1 مجموعه 3، طب عندك ار اي زائد ار بي بالقيمه دي، يبقى شيل ار اي وار بي وعوض بيهم بالقيمه دي يطلع لي عندي ار سي. يبقى انا طرحت معادله 1 ناقص 2 طلع لي ار سي عندي بالقيمه 47 وتقريبا و1 من 10 اوم. يبقى انا كده عملت ديزاين، ديزاين يعني اول قيم مين؟ المقاومات ار اي وار بي وار سي. باكد تاني في مسائل الاميتر او الفولتاميتر لازم تبدا بالاقل سنسيتيفيتي، وفي حاله الاميتر الاقل سنسيتيفيتي اللي هي النقطه اللي بره، النقطه اللي بره، تمام؟ مسألة 7، مسألة جديدة ومهمة وموجودة في الجزء الأولاني. بيقول لك إيه المسألة دي؟ بيقول لي عندي فولتميتر، السنسيتيفيتي بتاعته 2 كيلو أوم لكل فولت. بيقول لك ريدز بيقرأ 120 فولت اون اتس 150 فولت، يعني قراءته اللي هي 120، أما الرينج بتاعه 150. زي أكنك تجيب فولتميتر كده وتظبطه على رينج مثلا إيه؟ 100 فولت، بس بتحطه في الدايرة وقت الفولت اللي أنت قيسته من الدايرة طلع 2 فولت. يبقى دي ال 120 دي قراءته، أما ال 150 فولت ده الرينج بتاعه الماكسيمم. طيب بيقول لي السكيل وين كونكتد اكروس ان انون ريزيستور، ريزيستور لما انا وصلته على مقاومه مجهوله، المقاومه المجهوله دي طبعا في سيريز معاها ملي اميتر. وين ذا ملي اميتر ريدز 10 ملي امبير، يعني قراءه الملي اميتر كام؟ 10 ملي امبير. كالكوليت احسب الابيرنت ريزيستنس المقاومه الظاهريه، الاكشوال ريزيستنس المقاومه الحقيقيه للانون ريزيستور، وعايز الايرور نتيجه اللودنج افكت بتاع الفولتميتر، عايز اللودنج افكت نتيجه وجود الفولتميتر. طب هو اتكلم على الاميتر؟ لا، هو مجرد ان حط لك قراءه الاميتر كذا. طب حط لك مقاومه الاميتر؟ لا، يبقى هو اهمل اللودنج افكت بتاع الاميتر، اهمل اللودنج افكت بتاع الاميتر واحتفظ باللودنج افكت بتاع الفولتميتر. تاني انا هنوضح المساله ببساطه، انا عندي مقاومه اسمها ار، المقاومه دي انون. هو قال لك ايه في المساله؟ قالك انا جبت اميتر توالي معاه، تمام؟ القراءة بتاعته كام؟ 10 ملي امبير، هسميه اي ريد. جيت بين النقطتين دول بين
نقطة المقاومة والنقطة الأخيرة بتاعت الأميتر اللي هو عشان أقيس الفولت بتاع المقاومة، وقتها الفولت اللي هنقيسه ده فولت المقاومة، لأن أنا ههمل مقاومة الأميتر بزيرو، وبالتالي الفولت اللي على الأميتر بزيرو، أنا كده بعمل إهمال للودنج إفكت بتاع الأميتر، فعشان كده الفولت اللي هقيسه هو فولت المقاومة بس. قال لك الـ V اللي هقيسها وقتها 120 فولت، طب الرينج بتاعه كام؟ 150. السنسيتيفيتي 2 كيلو أوم لكل فولت. ببساطة انت عندك سنسيتيفيتي وعندك الرينج تقدر تجيب مقاومه الفولتميتر، صح؟ تعال نشوف المطاليب في المساله. بيقول لك عايز ار ابيرنت وار اكتوال. رقم بي عايز الايرور نتيجه اللودنج افكت بتاع الفولتميتر. طبعا ده شبيه بمثال 7 اللي موجود في شابتر 2 اللي هو خاص بشابتر الايرورز صفحه 53. الاختلاف في القيم مش اكتر، لكن نفس المثال. ايه ار ابيرنت دي؟ احنا الطبيعي في المسائل او طرق الحل اليدوي بايديك انت دايما بتهمل مقاومه مين؟ الفولتميتر. ايه معنى تهملها؟ تهملها يعني مش بتخليها بزيرو، بتخليها اوبن يعني ما لا نهايه، فبالتالي مش هتاثر معاك في القيم. تاني، مقاومه الفولتميتر هتفرضها ان هي ما لا نهايه، فبالتالي قيمه المقاومه دي بتساوي ايه؟ قراءه الفولتميتر على قراءه الاميتر، قراءه الفولت على تيار. يبقى الار ابيرنت الظاهريه دي اللي هتبقى انت حاسبها كالكوليتد، انت بتعمل مين؟ قراءه الفولتميتر. يبقى في ريد على اي مين ريد، تطلع 120 فولت على 10 ملي امبير، طلعت عندي 12 كيلو اوم. 12 كيلو اوم. او حد يقول لي دي الاكتشوال او الحقيقه، غلط. ليه؟ انت قسمت فولت على تيار واهملت مقاومه الفولتميتر، خليتها اوبن ما لا نهايه، فبالتالي في خطا في القراءه، يبقى دي اسمها ار ابيرنت. تمام. طبعا انا عملت نيجلكت للريزيستنس بتاع الملي اميتر، يعني اهملت اللودنج افكت بتاع الاميتر. هو في الحقيقه الفولتميتر ده مش ليه مقاومه اسمها ار في، دي مقاومه الفولتميتر، هتبقى توازن مع المقاومه اللي اسمها ار، صح؟ تمام مظبوط. يبقى نروح لمقاومه الفولتميتر، بتساوي اس في مين؟ في الرينج. يبقى 2 في 150 طلع 300 كيلو اوم. الار توتال بتساوي ايه؟ الفولتميتر او اللي انت لما تقسم الفولت على التيار يديك المقاومه الكليه بتاعت الدايره. يبقى ده في الحقيقه انت بتجيب المقاومه الكليه للدايره وليست المقاومه اللي هي انون اللي اسمها ار، لا بتجيب المقاومه الكليه بتاعت الدايره. لما تقسم الفولت على التيار يبقى بتجيب المقاومه الكليه. يبقى ار توتال بتساوي ار ابيرنت في الحاله دي، بتساوي ار فولتميتر توازي ار اكتوال، يعني هنا في ار توازي مع ار فولتميتر. لما رحت انت جبت ال في وقسمتها على اي جبت ار توتال للمحصله دي، يبقى ار توتال بتساوي ار في توازي ار اكتوال. طب الار توتال هي ايه؟ الابيرنت من فوق اللي انا جايبها فوق اللي هي ب 12 اللي هي بتساوي الفولت على التيار، الفولت على التيار. طبعا الفولتميتر مقاومته 300 فالار اكتوال على 300 زائد ار اكتوال، طبعا 300 كيلو يبقى لازم ار اكتوال تطلع بالكيلو. طبعا انت ضربت طرفين في وسطين خلصت المعادله، طلعت ار اكتوال بكام؟ ب 12.5 كيلو. 12.5 دي المقاومه الحقيقيه ار اكتوال. الار ابيرنت اللي هي برضه قيمه المقاومه الانون بس ابيرنت، يعني دي مش القيمه الحقيقيه اللي هي الار ابيرنت، طلعت بكام؟ ب 12 كيلو. لكن لو جيت فعلا عايز تاخد في الحسبه مقاومه الفولتميتر طلعت 12.5. يبقى مين الحقيقيه عندي؟ اللي هي 12.5 اللي هي اكتوال عندي. تمام. يبقى الايرور بيساوي ار اكتوال على ناقص ار ابيرنت على ار اكتوال. ار اكتوال عندي 12.5 ناقص ار ابيرنت اللي هي ب 12 على 12.5 في 100، ما تنساش طلعت 4% ايرور، يبقى عندي 4% ايرور. نروح لمساله 8 ودي اخر مساله في الشيت. بيقول لك ان عندك مالتي رينج اوميتر في الرسم، بيقول لك شون ان فيجر ده، بيقول لك ديتيرماين ذا كرنت ثرو ذا ميتر موفمنت. عايز التيار، خلي بالك الاوميتر دايرته عباره عن ار ام اللي هي الجيلفانو معاه ار زد ومعاه هنا ثلاث مقاومات توازي اللي هم خاصين بالمالتي رينج اوميتر. بيبقى معايا هنا كمان النقطتين اكس واي اللي بحط عليهم المقاومه، ما تنساش البطاريه دي بتبقى في دايره الاوميتر. هو عايز ايه؟ بيقول لك عايز التيار اللي هيمر خلال الجيلفانو، عايز التيار اللي ماشي في البرانش ده عندما اوصل مقاومه 30 اوم ريزيستور بين اكس واي، بين اكس واي ده هيوصل مقاومه 30 اوم. هو عايز التيار وقتها هنا كان كام؟ بس في ايه؟ في حاله ان انا اظبط المالتي رينج عندي اللي هو ده مالتي رينج اوميتر على الرينج الاول اللي هو ار في 1، وهجيب مقاومه ثانيه 300 اوم هحطها بين اكس واي، بس في الحاله الثانيه هقول لك اظبط الرينج على ار في 10 اللي هو الرينج الثاني اللي هو ار في 10 الرينج الثاني، وعايز التيار وقتها برضو تيار مين؟ تيار الجيلفانو. خلي بالك هنا، بص كده اقرا كده، ار في 1 رينج كوما 300 اوم ريزيستور، يعني وكمان لما اوصل 300 اوم ريزيستور از ميجرد اون ار في 10 رينج كوما وي، يعني هات التيار كمان في الحاله الثالثه لما هوصل مقاومه 3 كيلو اوم، هوصل 3 كيلو اوم بين اكس واي، بس هظبط السليكتور هنا على الرينج 3 اللي هو ار في 100 لما اظبطه على الرينج ار في 100. بيقول لك وات از ذا برسنتج اوف ذا فول سكيل ديفليكشن، عايز البرسنتج بتاع الفول سكيل ديفليكشن از ذا ميتر فيس ماركت فور ذا 30 اوم، يعني 30 اوم في الحاله الاولى في حاله 30 اوم
انا عايز البرسنتج بتاع الفول سكيل ديفليكشن. يبقى في المساله اربع مطالب، هنشوف دلوقتي الاناليسيز بتاعت المساله ازاي. هنروح نرسم الرسمه الثانيه او نعيد رسم الرسمه. هنا ده الجلفانو اي فول سكيل 60 مايكرو امبير، والار ام بتاعته 2 كيلو اوم. الار زد عندي 48 كيلو اوم، واتفقنا ان الار زد دي عشان تخلي لي ان انا لو انا مش موصل مقاومه هنا، لما مش موصل مقاومه في حاله ان انا عملت شورت سيركت، يعني شورت سيركت موصل مقاومه شورت مقاومتها زيرو، يديني فول سكيل ايه ديفليكشن، يديني فول سكيل ديفليكشن. ولما توصل مقاومه التيار هيبتدي يقل هنا، وده بيعبر عن قيمه المقاومه. هنا الرينج الاول ار في 1 10 اوم، الرينج في 10 ده الرينج الثاني 100 اوم، الرينج الثالث اللي هو ار في مين في 100، قيمه المقاومه 1 كيلو. هو المطالب كالاتي، هكتب كل مطلوب واحل المساله بناء عليه. بيقول لك هو عايز اي ام، ده في الحاله الاولانيه او المطلوب الاول، لما ار بين اكس واي تبقى 30 اوم، هروح بين اكس واي هنا هوصل كام؟ 30 اوم. وقال لك كمان هظبط المالتي رينج عندي على ار في 1 رينج، يبقى هظبط المالتي رينج ده على ار 1 رينج او ار في 1 رينج، واحط بين اكس واي 30 اوم. عدت رسم المساله، يبقى الجزئيه دي مش عندي ولا دي، يبقى المقاومه اوم 1 كيلو مش عندي. ار ام وار زد زي ما هي، هحط على الرينج الاول اللي هو كام؟ 10 اوم. هاجي بين النقطه اكس واي دي 30 اوم، في مشكله؟ طب وادي البطاريه يعني. عشان اجيب تيار البرانش ده، تيار البرانش ده عندي المقاومه دي اسمها ار ام وار زد، الاثنين دول ايه؟ توالي. طب لما الاثنين دول توالي وعنده المقاومه دي هيبقوا الاثنين توازي، يعني محصله دي هتبقى توازي مع دي، هيبقى عندي البرانش ده كله هيبقى فيه مقاومه واحده اسمها ار اكويفلنت، ونزلت اكس واي المقاومه 30 اوم زي ما هي ودي البطاريه، بقت الدايره بسيطه اهي، دايره بسيطه. اقدر احسب الفولت اللي على المقاومه ار اكويفلنت، الار اكويفلنت دي اقدر احسب الفولت عليها؟ اه، تعالى نشوف مع بعض كده. يبقى ار اكويفلنت الاول بتساوي ايه؟ ار ام زائد ار زد، جبت الاثنين توالي، هيبقوا توازي مع المقاومه اللي اسمها ار، اللي هي على رينج ار 50 كيلو. طبعا جمعت انا توازي 10 اوم، طلعت 10 اوم في الاخر. يبقى المحصله بتاعت دي طلعت نفس المقاومه بتاعت الرينج الاولاني، الفي ار ايكويفالنت، يعني الفولت اللي على المحصله دي، الفولت اللي على المحصله دي خلي بالك هو نفس الفولت اللي على المقاومه دي، هو نفس الفولت اللي على الاثنين مع بعض. تاني، يبقى الفولت اللي على الار ايكويفالنت هيساوي الفولت اللي على المقاومه 10 اوم، هو نفس الفولت اللي على البرانش ده. في ار ايكويفالنت بيساوي البطاريه في ار ايكويفالنت على ار ايكويفالنت زائد ار 30. ليه ار 30؟ لان خلي بالك ار ايكويفالنت و30 الاثنين توالي، يبقى الفي ار ايكويفالنت بيساوي البطاريه في قيمه المقاومه اللي بتجيب عليها على مجموع الاثنين اللي الاثنين توالي. يبقى انا عوضت بالقيم، طلع عندي 75 من 100 فولت. زي ما قلنا ان الفولت ار ايكويفالنت اللي هو المحصله، انت بتجيب محصله المقاومات اللي هنا دي، المحصله دي، يبقى الفولت على المحصله هو نفس الفولت على المقاومه دي، ونفس الفولت على مجموع الاثنين. يبقى عندي الفي ار ايكويفالنت بيساوي الفي ار اللي هو على المقاومه ار اللي فوق دي، هو نفس الفولت على مجموع الاثنين، بيساوي 75 من 100 فولت. لو انا عايز التيار في البرانش ده، انا عايز التيار اللي هنا اللي اسمه اي ام، وده المطلوب. اي ام ده بيساوي ايه؟ الفولت اللي انت جبته، انت جبت الفولت اللي على البرانش ده، اقسمه على المقاومه بتاعته، على مقاومه البرانش، هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي التيار. يبقى التيار اي ام بيساوي في ار ايكويفالنت على ار ام زائد ار زد، دي القيمه 75 من 100 طبعا، على ار ام ب 2 وار زد 48، طلع عندي 15 مايكرو امبير. ده المطلوب الاول في المساله. نفس المساله في مطلوب اللي هو عندي 30 اوم، اللي هو في الحاله مين دي؟ في الحاله دي كان عايز البرسنتج بتاع الفول سكيل ديفليكشن، فول سكيل ديفليكشن، تمام؟ اجيبه ازاي؟ هو عباره عن اي ام اللي انت جبتها في الحاله دي على اي فول سكيل، لان هو عايز مين؟ البرسنتج بتاع التيار اللي انت جايبه وفول سكيل ديفليكشن. عندي 30 اوم، يبقى هاخد قيمه التيار الاي ام اقسمه على الاي فول سكيل، الاي ام 15 مايكرو، اي فول سكيل 60 مايكرو، ضربته في 100 طلع عندي 25%، طلع عندي كام؟ 25%. ما تنساش اي ام هنا طلع 15 مايكرو، افتكر الرقم ده كويس. في الحاله الثانيه، الحاله الثانيه هظبط على الرينج مين؟ الثاني ده هنا، والمقاومه بين اكس وواي هخليها 300 وليس 30. تعال نشوف مع بعض كده. يبقى انا ظبطت على الرينج الثاني، والمقاومه بين اكس وواي خليتها كام؟ 300. نفس الفكره، عايز اي ام، هعيد المساله تاني. يبقى ار ايكويفالنت بتساوي مجموع الاثنين توازي ار، مجموع الاثنين توازي ار يديك ار مين؟ ايكويفالنت. طلعت عندي 100 اوم، في ار ايكويفالنت بيساوي البطاريه في ار ايكويفالنت على ار ايكويفالنت زائد ار مين المره دي؟ خلي بالك قيمه المقاومه اتغيرت، بقت 300 اهي، 300. عوضت بالقيم طلعت 75 من 100 فولت، نفس الفولت ما اتغيرش، نفس القيمه بتاعت مين؟ الجزئيه اللي فاتت. يبقى اي ام بيساوي الفولت اللي انت جبته على مجموع المقاومتين، طلع عندي الفولت على المقاومتين 50 كيلو، طلع عندي 15 مايكرو امبير، نفس قيمة التيار 15 مايكرو. طب تعال في الحالة التالتة، وده المطلوب الرابع في المسألة. الحالة التالتة برضو عايز اي ام، ار اكس واي هتبقى المرة دي 3 كيلو على الرينج كام؟ 100.
على الرينج 100. نفس الفكرة انا حطيت على الرينج اللي هو ارف 100، طبعا قيمة المقاومة هنا 1 كيلو وبين اكس واي 3 كيلو. عملت نفس الاناليسيس، طلعت ار ايكويفالنت ب 1 كيلو تقريبا، في ار ايكويفالنت طلعت عندي 75% فولت، واي ام اللي هي الفولت على مجموع الاثنين طلع عندي تقريبا 15 مايكرو امبير، نفس التيار الجلفانو في الحالة التالتة برضو. المثال ده شبيه بمثال 1.14 اللي موجود في الكتاب شابتر 1 بيج 30. لو لاحظنا ان اي ام عندي بيساوي نفس القيمة في الثلاث حالات، ليه؟ ركز معي كده، هنروح للرسم، روح للرسمة اللي انا رسمها الاولانية. انا هحط المقاومة هنا بين اكس وواي في الحالة الاولانية 30 اوم، ركز معي 30 اوم على الرينج الاولاني، الرينج الاولاني قيمته كام؟ 10، الرينج الاولاني قيمته 10 اوم، قيمة المقاومة اللي هحطها هنا 30 اوم، هيديني اي ام معين. هاجي في الحالة الثانية هخلي بين اكس وواي بدل 30 اوم هخليها 300، هخليها كام؟ 300. ايه علاقتها بال 30؟ اكني مسكت 30 ضربتها في 10. الحالة 30 الأولانية لو ضربتها في 10 يديك الحالة التانية. طب أنت كنت على الرينج الأولاني في الحالة الأولانية، في الحالة التانية هبقى على الرينج التاني، الرينج التاني 100، إيه علاقته بال 10 أوم في الحالة الأولانية؟ أكني خدت ال 10 أوم ضربتها في 10 طلع 100، يبقى خدت الرينج الأول اللي هو 10 أوم ضربته في 10 عشان أشغله على الرينج التاني، وقتها كانت المقاومة في الحالة الأولانية 30 بقت 300، يعني نفس النسبة. فبالتالي لما تكون النسبة بين الرينجات هي نفس النسبة بين قيم المقاومات اللي هتقراها يديك نفس تيار الجيلفان. اقول تاني، لما تكون النسبه بين الرنجات هي نفس النسبه بين قراءه المقاومات هيديك نفس تيار الجيلفان في جميع الاحوال. وبالتالي لو هو طلب منك البرسنتج بتاع فول سكيل ديفليكشن في كل حاله هيطلع نفس القيمه، لان اي ام ثابته على الاي فول سكيل يطلع عندي 25% في كل مره. يبقى دي الحاجه اللي احنا قلنا عليها، ان اي ام في كل الحالات متساويه. ليه؟ لان نسبة الزيادة في قيمة المقاومات هي كانت 30 اوم، بعد كده بقت 300 اوم، بعد كده بقت 3 كيلو، هتلقى النسبة بينهم اكنك بتضرب القيمة في 10، تساوي نسبة الزيادة في التدريجات. التدريج الاول كان 10 اوم، التدريج الثاني 100 اوم، التدريج الثالث 1000 اوم، اللي هو النسبة بينهم برضو 10، فهو نفس النسبة، وبالتالي هيديني نفس قيمة التيار الجلفانو في كل مرة. اتمنى تكون مسائل الشيت واضحة. لو عندكم اي اسئلة او استفسار تسيبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتتابعونا في باقي الفيديوهات. شكرا جزيلا.